مشاهدينا في ختام حلقتنا نذكركم في المشاركة في استفتاء سيدتي عبر هاشتاج برنامج استفتاء برنامج سيدتي. وسؤالنا لكم ايش هي المواضيع اللي انتم تحبون نستعرضها في البرنامج؟ وكانت من مشاركاتكم انس، خلونا نشوف التغريده. دعم المرأة في التحاقها بالقطاع العسكري وتشجيعهم ومؤازرتهم ومساندتهم باستضافتهم وتقديمهم عبر البرنامج. اوريدي قلنا كم خبر عن هذا الموضوع، وصراحه احنا مره فخورين بالبنات طبعا. يمكن كنا كلنا في الحلقه دي في حلقه الخميس اللي راح الاحد. فبالعكس مره فخورين بالبنات، بالعكس نبغى ندعمهم، وان شاء الله رح ندعمهم زي ما احنا ندعم كل البنات والشباب اللي قاعدين ما شاء الله يثبتون انفسهم في كل القطاعات. وللامانه يمكن هذا القطاع الوحيد اللي كثير ناس تناقشوا فيه، قالوا انها بنت وما تنفع وبنت وتكون، والله ان بعض البنات عن الف رجال. صحيح. والله ان بعض البنات ينشد فيهم الظهر، ويا بعض البنات كفو، يا بعض البنات سند وظهر وصدق تلقينها يعني واقفه جنبك، سواء اختك سواء صديقتك سواء وحده، وهي في النهايه بنت. بس بالعكس ان شاء الله اذا تبين جانب لين فهي جانب لين موجود، وتبون الجد فهي وقت الجد جد. بالضبط، كفو. شوفي الحمد لله كمان على فكره البنات بشكل عام فيهم الخير والبركة. والبنت السعودية بشكل خاص كمان قاعدة يعني تبرز في الفرص الأخيرة بطريقة مرة سريعة، بطريقة مرة قوية. احنا يمكن شفنا فيديوهات كثير للبنات اللي في القطاع العسكري، ما شاء الله تبارك الله، يعني تشوفين كل واحدة شامخة أكثر من الثانية. صح. مو بنت لابسة زي عسكري وواقفة كذا ترجف، لا واقفة قد حالها وماسكة سلاحها وماسكة يعني مرة شيء يشرح الصدر. ألف رجال، ألف رجال. عموما احنا وصلنا الى نهاية حلقتنا بنات، ووصلنا الى نهاية حلقتنا يا مشاهدينا، وشكرا لكم على متابعتنا اليوم في حلقتنا هذه اللي قدمنا لكم كل الاخبار وكل المواضيع وكل الضيوف المميزين اللي كانوا معانا. نشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد، في امان الله.